السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: والمحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه، وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم، لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرسه، وكل ذي مخلب من الطير، وهي التي تعلق بمخاليبها الشيء وتصيد بها، ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموتى، ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل، ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه ولا يحمل، فإن كان عليه عندنا ولا يحمل فقط إيش، فإن كان عليه محوطا فلا يدخل إلا بإذن. عندكم في النسخة شيخ حمود المغني موجودة في الشرح، موجودة شيخ حمود يمكن الشرح، ها يمكن أنها جملة تأتي. فإن كان عليه محوطا فلا يدخل إلا بإذن، يقول محوطا كذا ضبطها، فلا يدخل إلا بإذن. نقرأها يا شيخ. اقرأ. فإن كان عليه محوطا فلا يدخل إلا بإذن، ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة، وإن لم يصب إلا طعاما فلم يبعه مالكه أخذه قهرا ليحيي به نفسه وأعطاه ثمنه، إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته، ولا بأس بأكل الضب والضبع، ولا يؤكل الترياق لأنه يقع فيه من لحوم الحيات، ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله، وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر، وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به إن أحب، ولم يحل أكله ولا ثمنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وعلى هذا فالأصل في الأشياء عموما ومنها الأطعمة، الأصل فيها المحرم ما نص عليه، فيبقى ما عداه حلال، وحينئذ يكون الأصل الحل على كلام المؤلف، ويبقى أن المحرم ما نص على تحريمه. وهذا قول معروف عند أهل العلم: أحل لكم ما وراء ذلكم. وهناك قول آخر مقابل لهذا القول، وهو أن الأصل التحريم، والحلال ما أحله الله. ولذا يقولون من يرى أن الأصل الحل يقول: الحرام ما حرمه الله،
والذي يرى أن الأصل التحريم يقول الحلال ما أحله الله. قد يقول قائل إذا قرأ الحلال ما أحله الله كلام صحيح، ويسمع الحرام ما حرمه الله الكلام صحيح، لكن مفهومه هو الذي يترتب عليه الخلاف في الحكم. فمن أهل العلم من يرى أن الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة، ومنهم من يرى أن هذه الأعيان أصلها التحريم حتى يرد النص في تحليلها. وذكر بعضهم هذه القاعدة بشقيها وقال وذلك كالحشيش. محقق للكتاب الذي ذكرت فيه هذه الكلمة قال كيف يكون الحشيش مباحا أو مختلفا فيه على القولين وهو مجمع على تحريمه وهو أضر وأشد من الخمر؟ وثلاث صفحات يعلق، يأتي بقول شيخ الإسلام ويأتي بكلام الأطباء عن الحشيش وأنها أشد من الخمر وضررها أعظم، والمقصود الحشيش الكلى العشب. يعني وجدت في البر نبات أعجبك شكله ورائحته وأردت أن تأكله، فهل تأكل أو لا تأكل؟ الذي يقول الأصل الحل يقول تأكل حتى تجد نص يحرم، والذي يقول الأصل التحريم يقول تمتنع لا تأكل حتى تجد نصا يبيح. ولكل من القولين أدلته، الذي يقول الأصل التحريم يقول أنه استعمال لملك الغير بغير إذنه لا بد أن يأذن، والذي يقول أصل الحل يقول الله جل وعلا ليس كالخلق، إنما خلقها لينتفع بها ولا يحتاج فيها إلى إذن، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الأصل. وحتى الخلق من حقوقهم ما لا يحتاج إلى إذن، إذا أراد أن يستدفئ بناره أو يستصبح بمصباحه أو يستظل بجداره هو لا يتضرر بذلك، لا بد تستأذن، هذه لا تحتاج إلى إذن. وهذا في حقوق المخلوقين المبنية على المشاحة، فكيف بحقوق الله وما خلقه الله لخلقه يستمتعون به؟ وقد نص أن جميع ما خلق لنا إلا ما استثني مما نص على تحريمه أو اشتمل على ضرر، فحينئذ يحرم من هذه الجهة. المحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه والمذكورات في الكتاب معروفة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو فإنه رجس أو فسق أهل ب... نعم فإنه رجس. المقصود أن المنصوص عليه في القرآن بأعيانها ليست كثيرة، ثم جاءت السنة فأضافت أعداد من المحرمات كالحمر الأهلية وما له ناب من السباع أو مخلب من الطير على ما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ما كانت العرب تسميه طيبا. أحسن الله إليك.
قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. نعم الحصر هذا الاستثناء هنا يعني استثناء من الأصل، والأصل لا أجد فيما أوحي إلي محرم، ألا يكون دليل على أن الأصل الحل؟ ولا أدلة كثيرة على أن الأصل الحل، لكن هذا الاستثناء هل هو حقيقي ولا إضافي؟ يعني هل هو حاصر لا يوجد غيرها؟ لا لا يوجد غيرها. المقصود أن ما نص الله عليه عز وجل في كتابه حرام، هذا تحريمه. والمالكية في هذا الباب أوسع المذاهب، أوسع المذاهب، يعني غاية ما يقولون في كثير من المحرمات أنها مكروهة. وأضيق المذاهب مذهب الحنفية في هذا الباب، مذهب الشافعية والحنابلة وسط. ما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم. يعني ما تستخبثه العرب جعلوا من علامات التحريم استخباث العرب لهذا الشيء، استخباث العرب، والمراد بالعرب المتوسطون في أمورهم، لأن من أجلاف العرب من يأكل كل ما هب ودب، كل ما هب ودب يأكلون، ما يتدين في الأصل ما يتدينون بشيء، لكن لا شك أن فيهم أناس أهل توسط وأهل عقل وأهل حكمة. حتى في المسلمين ترى الناس يتفاوتون في هذا الباب، فبعضهم على ما يقولون المصارية يقرفون من أدنى شيء، بعض الناس مو بصحيح، بعض الناس يستخبث أدنى شيء، وبعضهم يتوسع ولا يهم شيء. ولا شك أن الظروف والأحوال والأزمان لها دور في هذا، في مثل هذا، ليكون مرجعا للتحريم والتحليل. والأصل في ذلك ما جاء في قوله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بعض الأعيان كانت مباحة ثم حرمت، فهل هي من نوع الطيب أو من نوع الخبيث، أو كانت طيبة ثم صارت خبيثة؟ مثل الخمر، مثل الحمر الأهلية، كانت طيبة ثم صارت خبيثة؟ لما كانت حلال كانت طيبة، ولما حرمت صارت خبيثة. الحمر الأهلية كانوا يأكلونه ولا تضرهم، ها؟ يكون الطيب والخبث معنوي وليس بحسي، وهو تابع للنص، تابع للتحليل والتحريم، لكن الأصل أن اللفظ له مدلوله. والخبث لا يعني أنه نجس أو ضار، بدليل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. الخبيث المراد به الأدنى، الأدنى من الطعام، عندك جيد وردي وكل طعام نافع وليس فيه ضرر، لكن هذا أطيب وهذا أقل. ولا تيمم الخبيث منه تنفقوا ولستم بآخذي. لو يجيب لك من أسلمته في تمر نوع أقل من المتفق عليه ما قبلته، وأنت إذا كان عندك هذا وعندك أطيب منه تتصدق من الأدنى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وليس معناه أني لا أتصدق، أما أتيمم الطيب أو لا أتصدق هذا إرشاد، ليس على سبيل اللزوم. يعني عندك أنواع من التمر مثلا،
نوع الكيلو بمئة ونوع الكيلو بعشرة. نقول أنفق من فئة مئة ولا لا تنفق؟ نعم، هذا إرشاد، يعني هذا أولى وأفضل، وهو تمام البر وكماله أن تنفق بما تحب. ليس كل خبيث محرم، كسب الحجام خبيث وليس بمحرم، ولو كان محرما ما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الحجام، أعطاه أجرته، لكن مهر البغي محرم بلا شك. إيه ما فيه ضرر، خبيث ما يستقذر ويستخبث فيه ضرر كما سيأتي في الترياق وغيره. وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم لقوله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نص عليه في كتابه وبسنة نبي رسوله عليه الصلاة والسلام مثل الحمر الأهلية، وكانت حلالا ثم حرمت في خيبر، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فهي محرمة. وكل ذي ناب من السباع، وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس به، وتفرس به، فكل ذي ناب، هذه قاعدة، كل حيوان له ناب لا يجوز أكله بهذا الحديث الصحيح. وذي مخلب من الطير، ها؟ المهم له ناب، ما كان له ناب يضرب، هذا الهر مثلا له ناب. سيأتي الكلام في الضبع، ها؟ محرم. إيه ذكروا أشياء أمثلة ما له ناب، ذكروا أمثلة كثيرة جدا، وذكروا أيضا من الطيور ما له مخلب، ها؟ على كل حال له ناب، وهذا التفسير ما يلزم أن يكون مطبق. وذي مخلب من الطير، وهي التي تعلق بمخالبها الشيء وتصيد به بالمخلب، كل ما له مخلب من الطيور فهو محرم بالنص. يختلفون في بعض ما له مخلب ما له ناب، وبعضهم قد ينازع في كون هذا المخلب ينطبق عليه الحديث، لأنه لا يستعمله في الافتراس، وكذلك ذو الناب. ومثل ما أشار بالنسبة للضبع لها ناب، وهي حلال عند الحنابلة والشافعية، والدليل على حلها الفدية في الحج، الفدية في الحج. ومن يرى تحريمها يقول سبع له ناب ويفترس به فهو محرم لعموم الحديث. وفي الإحرام ما أبيح قتله فهو محرم، وما جاءت فيه الفدية من الصحابة رضوان الله عليهم فهو حلال. ما أبيح قتله فهو حرام،
وما فدي فإنه حلال. قالوا من اضطر إلى الميتة ضرورة التي تفضي به إلى الهلاك إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت، إلا ما يأمن معه الموت، لأن القدر الزائد تعدي تعدي على ما أباح الله، لأنها أبيحت لسبب فيوقف عند السبب بقدره. إذا كان يكفيه من الميتة مقدار معين فلا يزيد عليه. ومن أهل العلم من يرى أن له أن يشبع، له أن يشبع لأنه مضطر وأبيحت له الميتة ولم يحدد المقدار الذي أبيح، فيأكل منه حتى يشبع. وهل يحمل معه منها شيء خشية أن يضطر ثانية ولا يجد ولا ميتة؟ أيضا محل خلاف بين أهل العلم، ولكن إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد ما المانع أن يحمل، لأنه أبيحت له والوصف قائم، فلا مانع من أن يحمل معه ما لو احتاج إليه أكل منه. ولكنه بأكله الأول ارتفع الوصف المبيح، ما صار مضطر. ومزاولة النجاسة والميتة نجسة، وحمل النجاسة ومزاولة النجاسة لا شك أنها لا تجوز في حال الاختيار، لكن مثل هذه الأحوال ضرورة. فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت. ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها، بثمرة في بستان فله أن يأكل ولو لم يكن مضطرا، وجاء في ذلك الحديث، جاء فيه النص. لكن يشترط أن لا يتخذ خبنة ولا يخرب ولا يفسد، وإنما يأكل منها برفق ولا يرميها بالحجارة، يأكل مما سقط في الأرض أو ما يتناوله بيده أو شيء لا يترتب عليه فساد، ولا يحمل معه شيء، لأنه في الحديث غير متخذ خبنة، يعني لا يخرج بشيء معه. فله أن يأكل منها ولا يحمل، فإن كان عليها محوطا فلا يدخل إلا بإذنه. إذا كان عليه حائط سور وباب مغلق فإنه حينئذ لا يجوز أن يتعدى ويتسلق الجدار أو يفتح الباب إلا بإذن صاحبه. وفي الحديث من مر بحائط قوم، من مر بحائط قوم، والحائط نعم ما عليه سور، فليأكل مما يدل على أنه لو كان عليه سور فإن له أن يدخل ويأكل. لكن الحائط بمعنى البستان، الحائط بمعنى البستان، ولا شك أن وجود ما يمنع من الدخول دليل على أن صاحبه لا يرضى، وقد يكون فيه محارم، فالاستئذان متجه. أحسن الله إليك. ما يفرق بين ما إذا كان على مع الحائط باب مغلق وإذا كان ليس عليه باب أو الباب مفتوح؟ لا، وإذا كان ما عليه باب ما يضر، وجود الحائط مثل عدمه. مقصود بالحائط الذي يمنع من الدخول بما فيه الباب. فإن كان عليها محوطا فلا يدخل إلا بإذن، ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة.
من خارج كأنه اللي ما يشمل الحائط كأنه ما عليه حائط، إذا تدلى ونزل من وراء السور هذا حكم اللي ما عليه حائط. له الحائط وجوده يعني ما هو ما يشمل ما كان خارجه، فكأنه لا حائط عليه. ومن وجد من اضطر فأصاب الميتة، يعني وجد الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة، لأن الأصل أن الميتة حلال له في هذه الحالة، ومال الغير محرم إلا بإذنه، لا يطيب مال امرئ مسلم إلا بإذنه أو إلا بطيب نفس منه. هذا وجد ميتة وجد خبز لا يعرف مالكه، يقدم الميتة، أو وجد ميتة ووجد صيد في الحرم أو وهو محرم، أيهما يقدم؟ قال على كلام أهل العلم حتى في كتاب المناسك يقول يقدم الميتة لأنها مباحة وهذا محرم. ها؟ بس الميتة في هذا الوصف مباحة ما في أشكال، وهذا منصوص على تحريمه، لكن مثل ما أشار الشيخ بعض الناس لو يموت ما أكل الميتة، يموت أسهل عليهم من أن يأكل ميتة، فمثل هذا قال يموت أو يأكل من هذا الخبز الذي يعرف الذي لا يعرف أو من صيد الحرم، ما الذي يقدم؟ الذي يظهر أنه الصيد أو الخبز. إيش؟ نعم، بعض الناس يعني النفرة مما لا يستسيغه قوية، حتى لو وجد طعام مباح لكنه مما لا يقبله في الأصل، وجد مال الغير، لا شك أن مال الغير محترم ولا يجوز استعماله إلا بطيب نفس من صاحبه، لكن يبقى أنه إذا أداه وضعه إلى التلف والهلاك هذا شيء آخر. وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى أن الميتة محرمة وصيد الحرم محرم، كلاهما محرم وهو مضطر، فإما أن يرتكب هذا المحرم أو ذاك المحرم، مع أن هذا علة التحريم موجودة، علة التحريم قائمة وهي الضرر، وذاك علة التحريم بالفعل موجودة وهي صيانة الحرم وحدود الحرم، لكن يبقى أن الضرر المترتب على ذلك أقل. فلو يتجه أن يقال بأنه يباح له إذا اضطر، ويكون حينئذ أيسر من الميتة، ومع ذلك يفتي، مثل أكل مال من لا يعرف مالكه ولا يعرف مالكه أكل الميتة، ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة، وإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه، في موجود طعام لكن طلب منه الشراء وقال ما لن أبيع، بيدفع القيمة، قال ما مو للبيع، وهذا يفعل بعض الناس اللي ما عندهم استشعار للأخوة، وإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه أخذه قهرا وإن لم يرضى، ولو لم يكن بطيب نفس منه ليحيي به نفسه، ليحيي به نفسه وأعطاه ثمنه، وأعطاه ثمنه، وإلا أن يكون بصاحبه صاحب الطعام مثل ضرورته، فليس هو بأولى من صاحب الطعام، ليس هو بأولى من صاحب الطعام،
لكن لو قدر أن الطعام في الشبع يكفي صاحبه، ها؟ يعني في هو مقدار طعام رجل واحد بحيث يشبع، وإذا قلنا أنه يأخذ منه ما يقيم به صلبه فيكفي الاثنين حينئذ. هل يدخل في الصورة الأولى؟ الذي يظهر أنه يأخذ منه ما يدفع به ضرورته، يدفع به ضرورته ويبقى ويبقي لصاحب الطعام ما يدفع ضرورته، فالصورة محتملة لمعنى. وين؟ إيه هذاك لا يعرف مالكه، هذا معروض، هذا معروف صاحبه، والذي لا يعرف مالكه وش بيسوي؟ لكن عفوا ذاك له بدل الميتة وهذا لا بدل له، هذا لا بدل له، هو المضطر هذا. الأول مخير بين ميتة وبين خبز، الثاني لا يجد إلا هذا. فهمت؟ الصورة الثانية ما في ميتة يأكل منها، إما أن يأخذ قهرا ولا يموت، وإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه أخذه قهرا ليحيى به نفسه وأعطاه ثمنه، وأعطاه ثمنه إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته، مثل ضرورته، فليس هو بأحق من صاحب الطعام، بل صاحب الطعام أحق به. وقلنا إذا كان يستوعب الاثنين بقدر ما تحيا به النفس فإن عليه أن يبذله لصاحبه بقيمته. نعم. إذا كان كرهه لهذا الشيء بحيث يتركه تركا باتا حتى يموت، إن هذا ها ما يمكن، لو أكله أخرجه، لو أكله ولا استسيغه أخرجه. أحسن الله إليك. ألا يفرق بين ما يستخبثه العامة وما يستخبثه الخاص في نفسه، فيقال ما يستخبثه العامة عامة الناس يستخبثونه، هذا نعم يمكن أن يقال فيه أنه يعدل عنه إلى مال الغير، لكن ما يستخبثه في نفسه خاصة ويستطيبه غيره لا يقال فيه أنه يعدل عنه إلى مال الغير. طيب إذا كان يستخبثه بنفسه هو في الأصل طيب، فإذا أكله أخرجه، شو بيسوي؟ والله إذا وصل به الأمر إلا أنه إذا أكله وأخرجه مثل المضطر، وجود مثل هذا الطعام مثل عدمه. تبي إيثار ولا هو في مسألة الإيثار ومسألة جواز الأكل؟ لا، صاحب المال أحق به، صاحب المال أحق به. طيب وجد ميتة ووجد آدمي، نعم وجد جيفة آدمي ميت ووجد ميتة، أو لم يجد شيئا، ما وجد إلا آدمي ميت، ها؟ ويموت هذا ها؟ ما في شك أنه ما يجوز له أن يأكل ما دام يجد ميتة مما يؤكل أصله، أو لا يؤكل حتى لو وجد حمار ميت يقدمه على الآدمي، هذا الأصل. عند الحنابلة لا يأكل بحال من الآدمي الميت،
وأجازه بعض الشافعية. لا لا ما يشمل الآدمي، وجد في صينية الجوع والمساغب من يأكل يأكله، هذا هو الآدمي حين نتحدث عنه. ومر في بلداننا في نجد وغيره شيء من هذا. يقول لا بأس بأكل الضب لأنه أكل على مائدته عليه الصلاة والسلام، عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يأكل، قال أجدني أعاف، لأنه ليس بأرض قومي، مع أن الأرض يعني فيها حجارة وفيها أشياء ممكن، بس النبي عليه الصلاة والسلام ما رأه بأرض قومه ولم يكن متداولا عندهم، فأخذه خالد بن الوليد قال فاجتررته فأكلته. الآن من الناس من يأكل ومنهم من لا يأكل، منهم من يتقزز منه فلا يأكل ولكنه حلال لأنه أكل بحضرته صلى الله عليه وسلم فأقره، أقر الآكل. والضبع قلنا إنه لا بأس بأكله. هل يقال تركه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه؟ في حديث أنس لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء فأحبها من أجل كون النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، ما يدل على أن ترك ما تركه من باب المفهوم مثله، فيكون تركه من باب الأولى لا من باب الكراهة، لأن حله ثبت بالنص المتفق عليه. الضبع قلنا إنه حلال عند الحنابلة لأنه يفدى في الحج، فداه الصحابة، وقال بعضهم بتحريمه، ولعله قول الأكثر لأن له ناب. ها؟ النيس جعلوه من المستخبث مثل القنفذ، لا ما يوكل، حلال يأكل يأكل، أنا الصقنقور حي، مش تقول حلال ما تعرفه؟ النيس مثل، تعرف القنفذ مثله، له شوك لكنه شوك طويل. ها عندكم ما هو بهالاسم، له شوك طويل ويدافع به عن نفسه مثل القذائف، يرسل هذا الشوك على من أراده. عرفته؟ وش اسمه؟ ها؟ لا ما هو، لا غير النمس، غير النمس، هذا له شوك لكنه طويل شوكه وهو محرم كالقنفذ. الشافعية يبيحونه، ومن باب أولى المالكية مكروه القرد. إيه بس أنه مكروه، الكلب مكروه عندهم. ها؟ وين؟ مستخبث. نعم النيص، نعم. ولا يؤكل الترياق، الترياق وين؟ لا يؤكل الثعلب المعروف إباحته عند المالكية بدون تردد، وعند الشافعية مع الكراهة، وعند الحنابلة وغيرهم والحنفية باب أولى. نعم معروف. شو يقول عاد؟ قال رحمه الله تعالى: قد تقدم في الرواية الثعلب أن الخلاف فيه للتردد فيه هل هو من السباع العادية؟ العادية. العادية. فيدخل في عموم النهي أم لا؟ فيبقى على أصل الإباحة. يقول: والشريف بن عمرو يختار إباحته كالخراق.
الخرق ما ذكر شيء، مو عندنا موجود بالمتن، متن المغني ولا عندك شيء؟ لكن ما دام الزركشي قال اختيار الخرقي دل على أنها موجودة عنده في النسخة التي وقف عليها. وعلى كل حال الحنابلة المرجع عندهم أنه لا يؤكل، والشافعية يكرهونه كراهية، والمالكية يبيحونه، والحنفية يحرمونه كما هو معروف من أصول مذاهبهم. الترياق فدية في الحج ابن عن على حله يؤخذ منه حله. وعلى كل حال الثعلب هو مثل الكلب أقل، ولا يؤكل الترياق. وبالنسبة للسنور هو سبع، جاءت سميته سبع وله ناب، ونهى عن ثمن السنور، لو يؤكل جاز ثمنه فلا يؤكل. تمساح باعتباره يعيش في البر مو بحري 100%، ولو كان ما يخرج من البحر ولا يعيش إلا فيه دخل فيه الحل ميتته. وشو إيه معروف الثعلب عند الحنابلة حرام، معروف عند الحنابلة معروف. يقول ولا يؤكل الترياق، ودواء مركب وفيه من لحوم الحيات، ويستشفي بلحم الحيات، ويوصف لبعض الناس، ولذا تجدون على الصيدليات الشعار حية ملتوية على كأس، ولا شك أنه يقتل بعض الجراثيم التي يجتمع عليه بعض الأمراض، لكنه في الأصل ضار، والحيات يحرم أكلها فلا يؤكل هذا الترياق. نعم ها؟ الشعار لا يجوز حتى على القول بتحريم الترياق كذلك. ولا يؤكل الترياق لأنه يقع فيه لحوم الحيات، والحيات يحرم أكلها. ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم، إذا علم أو إذا علم الصائد أن السم أعان على قتله، فقتله متردد بين مبيح وهو السهم، وبين حاضر وهو السم، فلا يجوز أكله. كما لو رماه بسهم فوقع في بئر فلا يدرى من الذي قتله. ها؟ إيه في كنت أثر من السم. على كل حال السبب متردد بين السم وبين السهم، مثل الغرق، أن يكون يعمل بغلبة الظن في الذي قتله. ها؟ السم يعمل عمله بهذه السرعة. بعض السم. بعض السم. نعم. إيه موجود. هذا سريع جدا. الآن الثمار ترش بالمبيدات وهي سامة. ماذا نقول عنها؟ يجوز أكله ولا ما يجوز؟ يعني بعد الغسل. وبعض الناس الله ما يتردد
يأكل اللي الغسل ما غسل. السموم مخففة يا حسن الله عليك. ها؟ السموم مخففة تقتل يعني دواء الأنفس. هي ما تقتل في الغالب. ما تقتل. ها؟ طيب الجراد الأندلس قالوا يحرم أكله لأنه سام، نصوا على هذا في الشروح، شروح كتب الحديث. الجراد الأندلسي يحرم، وإن كان الأصل في الجراد الحل. وهل يعتبر مثل الجلالة يحبس في مكان يطعم فيه حتى يزول أثر السم؟ عفواً أحسن الله عليك. ها؟ هل السم اللي في جراد الأندلس طارئ عليه من الرعي وإلا من أصل خلقته؟ ما أدري والله، ما أدري. قالوا هو سام. قصدي إنه يفصل في الحكم على حسب هذا، إن كان من أصل خلقته فيبقى. لكن لو كان طارئ صار مثل غيره. نعم، صار مثل الجلالة. يحبس حتى يطيب. صار حتى صار مثله مثل الجراد الثاني، لن يكون كله بهذه الصفة. يعني لا يمكن معرفة. كل شيء ضار لا يجوز أكله، كل شيء ما يضر لا يجوز أكله، وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر تغليبا لجانب حظر، وإلا فالأصل أن طعام البحر حلال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، طهور ماؤه الحل ميتته، على خلاف بين أهل العلم في ما يحل من ميتة البحر، فمنهم يقول بالإطلاق ولو كان له نظير محرم في البر، لو وجد إنسان البحر مثلا أو كلب البحر أو خنزير البحر، هل تشمل نصوص ما جاء في البر هل تشمل ما في البحر؟ كلب والخنزير منصوص عليهما في البر، هل هذا النص هو لحم خنزير، هل هذا النص يشمل ما لا يعيش إلا في البحر؟ ها؟ ها؟ ليش؟ والله ما جاء في الخنزير عام بعد. الذي جاء في الخنزير عام. ها؟ هو مخصص. وشو؟ وإذا عموم الحل ميتته ما يخصصه ما جاء في الخنزير، يعني تخصيص هذا أولى من تخصيص هذا؟ بعضهم له ناب، له ناب في البحر ويعدو سبع القرش مثلا، هل يشمله مشمله والنهي عن كل ذي ناب من السباع؟ ها؟ المقصود أنه بعض النصوص البرية تشمل ما في البحر والعكس، فهل عموم الحل ميتته يخصص بما جاء في نظيره في البحر في البر، أو نقول يبقى على عمومه وما جاء في البحر في البر في النصوص المحرمة تختص بالبر، لأنها يعني هل إنسان البحر معروف على عهده عليه الصلاة والسلام وكلب البحر وخنزير البحر وما له ناب من سباع البحر، هل يشمله النص مما جاء في البر؟ المخاطب ماذا يفهم من هذا النص؟ السمك. لا، نص نهى عن كل ذي ناب من السباع في البر.
يعني ما يفهم غير هذا؟ لا ينصرف ذهنه إلا ما في البر. ها؟ شو؟ لكن له ناب. على كل حال المتجه يعني المرجح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر يشمله الحل ميتة. شلون؟ هي حل. شو ما يحل أكله؟ كله يحل أكله لأنه حل. يعني كلام أهل العلم في هذا طويل، يعني حتى عند الحنفية السمك إذا مات وطفأ صار طافي على سطح البحر ما يوكل، وجاء في خبر لكنه ضعيف. صيد وما كان مأواه البحر ويعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر. يعني إذا كان يعيش في البر والبحر يغلب جانب الحظر الذي هو البر، وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه كالماء مثلا والزيت نجس فلا يجوز استعماله، فيكون الدهن الذي وقعت فيه الفأرة أو النجاسة مثل شحم الميتة ينجس، هذا نجس بالموت وهذا نجس بوقع النجاسة الطارئة فيه فلا يؤكل. واستصبح به إن أحب، يعني جعله وقود في المصباح، ولم يحل أكله ولا ثمنه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الميتة وعن الشحوم، عن شحوم الميتة وعن بيع ذلك، عن بيع ذلك فقال لا هو حرام. سئل عن شحم الميتة قالوا يستصبح بها الناس، استصبح بها الناس وتطلى بها السفن، تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام، لكن الضمير فيه هو السؤال عن البيع، لا يجوز البيع لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم قال لعنة الله على اليهود، نهوا عن الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. هل تغير اسمها لما أذيبت؟ سمى شحم لما أذيبت؟ ها؟ هم تغير اسمها، لكن هذه حيلة من اليهود لارتكاب ما حرمه الله، وعندهم من هذا النوع الشيء الكثير، ولذلك يقال حيل اليهود التي يتوصل بها إلى ما حرم الله عز وجل، فمن فعل مثلهم أشبههم. فإذا كانت الحيلة يتوصل بها إلى المحرم فهي من حيل اليهود، وإن كانت الحيلة يتوصل بها إلى واجب، فعل واجب، فهي مطلوبة. ولذلك جاء في من يقيم في بلاد الكفر لا يستطيعون حيلة، لأن هذه الحيلة يتوصلون بها إلى واجب وهي الهجرة، فتباح هذه الحيلة. واستصبح به إن أحب، إن أحب أحد بيلزمه يستصبح؟ ها؟ إذا احتاج
وإذا ما احتاج هو لا يجوز بيعه. نعم لا أكله ولا بيعه حرام، لا هو حرام، لكن الاستصباح يعني هل نستطيع أن نقول هو يعود إلى جميع ما ذكر؟ استصبح بها الناس ويدهن بها السفن، إذا كان يعود على جميع ما ذكر ضمير حرم الاستصباح، حرم دهن السفن، وحرم الأكل من باب أولى، والبيع وأكل الثمن. أقرب شو يقول المغني؟ أو من أول عبارة. فصل إذا استصبح بالزيت النجس فدخانه نجس لأنه جزء يستحيل منه، فالاستحالة له تطهير، فإن علق بشيء وكان يسيرا مبيعا لأنه لا يمكن التحفظ فأشبه دم البراغيث، وإن كان كثيرا لم يبقى عشرا. لعل هذا الحال لا ما تعطي هذا المعنى بدقة، أنا أحب يصير الاختيار إليه، صار مسألة اختيارية ما تدل على المانع لأن دخانه نجس. لكن أحسن الله إليك، النجاسة لا سريان لها في الزيت كسريانها في الماء بسبب لأنه جاء في الحديث فألقوها وما حولها، هذا الحديث الصحيح فألقوها وما حولها، وجاء في رواية فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه، فرق بين المائع والجامد. الآن هل تستطيع الفأرة إذا وقعت في السمن المائع أن تدور فيه في جميع أجزائها أو تغرق وتموت مباشرة؟ وإذا كان جامدا ما أثرت، ما تغيص، لأنه له من القوة ما يدفعه. ولذلك الرواية المعلة وهي التفريق بين المائع والجامد التعليل هو المتجه، لأنه يختلف الزيت عن الماء، الماء تسري النجاسة في جميع أجزائه بسرعة بخلاف الزيت، والزيت إن كان جامد فإن الميتة الفأرة الميتة لا تستطيع أن تصل إلى جميع أطرافه وأجزائه. في كتاب المياه أو سخن بنجس، أو سخن بنجس يكره، كره يقول إذا سخن بنجس احتمال أن تكون الأدخنة الناتجة عن هذا المسخن به تتصاعد وتصل إلى الماء، لكن إذا أحكم غطاؤه فإنه لن يصل إليه شيء. وعلى كل حال حتى لو لم يحكم غطاؤه ووصله ما وصله من بعض أجزاء الدخان فلا يلزم منه أن يتأثر بهذا الدخان، لأنه لا جرم له. ها؟ لا بيختلط وبيصل الماء إذا وصل الماء، لكنه ليس له عين مستقلة، ولذلك أطلقوا الكراهة، ولو يطلع شيء من الوقود الذي يوقد به ويقع غير الدخان ويقع في الماء هو نجس في الأصل. أو يقال إن هذه النجاسة استحالت من عين إلى عين فأمرها فالحكم عليه بمجرد الكراهة لهذا السبب، يعني ليست النجاسة التي عرفت وجزم بنجاستها،
أن النجس ناشئ عن ذلك، فهو دخان بدل ما هو بعين ناجسة. وقل مثل هذا في الماء إذا كرر كان ماء نجس فأدخل في الآلات والصفيات وزالت النجاسة منه. الآن عندهم من الأجهزة ما يستطيعون به أن يزيلوا عين النجاسة، من الفلاتر الآن من الدقة بحيث تفرز الماء عن غيره، طلع لك الشاهي مثل هذا موجودة. وين الأصل؟ أنه هناك في كتاب الطهارة، الأصل أنها في كتاب الطهارة، لكن تعرف أن أول متن أو احتمال يقع الصيد في ماء ولا يقع في ماء فيتأثر به، فله مناسبة في الجملة. نعم، لتتوصل به إلى فعل ما أوجب الله عليك، أو لتتخلص به عما حرم الله عليك. هو إذا كان مسهل الأمور الكلام على ما يتوصل به إلى الواجب، هذا كلام مسهل. السلام عليكم. يعني يخرج شوية ما يعيش يعني. لا خلاص، ميتة البحر ما لا يعيش إلا به، يعني يخرج إلى البر قدر ما يضع البيض وينزل كذلك.